ختام الظهيرة من غزة الصامدة والصابرة التي تكثر فيها حكايا البطولة وصمود الأطفال والنساء. في هذا الإطار اخترنا من مواقع التواصل الاجتماعي هذا الفيديو لطفل وهو يرفع العلم الفلسطيني فوق ركام المنازل المدمرة في القطاع. فلسطين رفعوا راسك بالعالي يا شايل يودع شايل كرمال الاقصى الغالي. ابطالك يا فلسطين رفعوا راسك بالعالي شهيد يودع شهيد لعيون الاقصى الغالي. شيل يسلم بعد وشيل.